أهلا بكم. تمكنت عناصر الضابط القضائية بمدينة غرسيف مساء يوم الاثنين 22 فبراير من توقيف المشتبه فيها الرئيسي في اغتصاب طفلة ذات 13 سنة ما نتج عنه حملة، وجاء توقيف المتهم الذي اعتقلته مصالح الأمن بمدينة غرسيف بعد انفجار قضية حمل طفلة بحي حمرية والتي هزت الرأي العام المحلي والوطني. المشتبه فيها البالغ من العمر 34 سنة ما هو إلى جار الضحية، حيث بعد التحقيقات والأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية بمدينة غرسيف ووضع كمين محكم تم الوصول إلى الفاعل الرئيسي في حمل طفلة لا تتعدى 13 سنة، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة، وذلك لتحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. إلى اللقاء.